اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهم، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأكرم من أعطى. كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. النفوس لك مفضية والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك والأمر أمرك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أرحمك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وما قدرناك حق قدرك، وما شكرناك حق شكرك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره، والدرجات العلى من الجنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، نسألك كما تجير بين البحور
الشكور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور يا عزيز يا غفور. اللهم يا ذا الأمر الرشيد والحبل الشديد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة دار الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك غفور ودود. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وارفع بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في دينهم في كل مكان، اللهم كن لهم في فلسطين وفي بلاد الشام وفي العراق وفي اليمن وفي أراكان وفي كل مكان. إلهنا إلهنا إلهنا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، نسألك يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم إن لنا إخوانا مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم وضعفاء فقوهم وفقراء فأغنهم ومظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا جابر المنكسرين ويا منجي المؤمنين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من الصهاينة المعتدين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رفيع الدرجات يا قاضي الحاجات. نسألك في هذا البلد الحرام وفي هذا الشهر المبارك وفي هذه الليلة الشريفة أن تكتبنا من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار. إلهنا إن أجسادنا على النار لا تقوى، وإن رحمتك وسعت كل شيء وأنت واسع المغفرة. إلهنا عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا وأصلح قلوبنا واسلل سخائم صدورنا. نعوذ بك اللهم أن نقول زورا أو نغشى فجورا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا وقيادتنا وأمننا ووحدتنا واستقرارنا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز.
اللهم أصلح حالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وخفف لوعاتنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر فكتبت له عظيم المثوبة والأجر. اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم كل ذنب ووزر، اللهم اجعلنا ممن قامها ويقومها إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تتفضل على عبادك بعتق رقابهم من النار، وتتفضل عليهم بالنزول إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالك وعظمتك، وتقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. اللهم إنا نتوب إليك فتب علينا، ونستغفرك فاغفر لنا، ونسألك فأعطنا، أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم وفقهم لسلوك الوسط والاعتدال، إنك أنت الله الكبير المتعال. اللهم احفظهم من شرور الفتن والمسالك الضالة من الغلو والجفاء والتكفير والتفجير والتدمير يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم جملهن بالحجاب والعفاف والحياء يا رب العالمين. اللهم وفق إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم كل جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا، اللهم وفقهم وأعنهم يا قوي يا عزيز، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم وعاف جرحاهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم وفق رجال أمننا الذين يخدمون المعتمرين والزائرين، اللهم وفق إخواننا العاملين في خدمة الحرمين الشريفين، اللهم وفقهم وأعنهم واجعل ذلك في صحائف أعمالهم. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم اجزه خيرا عن الإسلام والمسلمين وعما يقدم للحرمين الشريفين وقاصديهما، اللهم اجعل ذلك فيما موازين أعمالهم الصالحة يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. إلهنا رفعنا أكف الضراعة إليك، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائفين، وندعوك دعاء الخاضعين، دعاء من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم وذلت لك جباههم وفاضت لك عيونهم. اللهم فاجعلنا من أهل الجنة وممن كتبت لهم العتق من النار. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير،
اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وسلامة وحياة سعيدة. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم يا غفور اغفر لنا، ويا رحيم ارحمنا، ويا لطيف الطف بنا، ويا جواد جد علينا، ويا محسن أحسن علينا يا رب العالمين، ويا رزاق ارزقنا. اللهم أزل الفقر والأمراض والجهل عن بلاد المسلمين يا رب العالمين، واحفظ بلاد المسلمين عن الأعمال الإرهابية والطائفية يا قوي يا عزيز. اللهم ابسط أمنك وأمانك على المسلمين يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم فلا تردنا خائبين، ولا من رحمتك محرومين، ولا عن بابك مطرودين، برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وصل على نبينا محمد السراج المنير والهادي البشير، وصل عليه صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود. اللهم أوردنا حوضه، اللهم ارزقنا جواره، اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.